أنا أحب النساء وما يمكنش، أنا من طبعي أدافع عن 50-50، ودافع عن المساواة بشكل قوي وبشكل عام، وهذا واضح في الفيلم، واضح حتى في أفلامي القصيرة اللي هي المرأة الشابة والمصعد، المرأة الشابة والمعلم، المرأة الشابة والمدرسة. يعني كان هذا التوجه، هذا الاختيار كان من البداية، حتى في المسرحيات اللي قدمت. هنا ما بغيتش يكون واحد التناول يعني سطحي فولكلوري، حاولت أنني نختار قصص اللي عندها بعد إنساني وبعد كوني، يعني الحديث عن فقدان شخص حبيب أو عزيز. هذه ممكن تقيس أي واحد في العالم، يعني التعرض للاغتصاب أو الاغتصاب أو زنا المحارم، هذه آفة يعني، ومشكل كيقيس كاع المجتمعات في الكون. الحديث عن الخيانة مني كتجي من شخص قريب، هذه ممكن يعني تقيس أي واحد في العالم. وهذا هو مني قدمت الفيلم في أوروبا أو في العالم العربي، كانت هاد ردة الفعل ديال أن كل واحد تيلقى شي حاجة اللي كتقيسو. وكاين الحديث على هاد البعد الكوني في تناول هاد القصص. هذه القصص هي مغربية، ولكن يعني متوجهة للجمهور غير مغربي وجمهور عريض.